عدى ورميتيه ورا ظهرك وخلاص. لا خالص، انا هتجوز تاني ان شاء الله. بجد والله؟ ان شاء الله. طيب ده صبقي بقى، هتتجوزي حقيقي قريب؟ ان شاء الف الله. الف مبروك، يعني ربنا يخليك. انا شكرا. سعيده قوي بالخبر ده، يعني ربنا يخليك. قدرتي ان الموضوع ما يتركش اثر جواكي. لا لا خالص، هي فكرة ان انا بس يعني زمان كنت صغيرة واخترت الموضوع كده بشكل عشوائي وما لحقتش اعرف الشخص، واتجوزنا في 12 يوم، فما كانش يعني ما كانش عن نضج يعني. طيب لكن الاختيار المرة دي واثقة؟ ان شاء الله. لا واثقة جدا. يعني انا كنت عارفة ان والدك ووالدتك كانوا في البداية رافضين موضوع حسام، بس انت اللي اصريتي، المرة دي هم راضيين؟ جدا. لا وبعدين وانا كمان راضية، لانه فعلا شخصية محترمة جدا وكويس وابن ناس وتعويل ايه اكتر educated حاجة بتميزه او اكتر حاجة جذبتك ليه؟ ان هو فعلا حسيت انه بجد بيحبني، يعني مش مجرد واحد عايز يتجوز. وحسام ما حبكيش؟ الله. حسيتي ان كان الموضوع مع بيزنس اكتر؟ طبعا ده كان باين جدا، وده سبب الانفصال. بس مش عايزه اقارن، مفيش مقارنه خالص، مفيش مقارنه نهائي يعني.